السلام عليكم من جديد، بنرحب فيكم، صبح عليكم بالخير وبالعافية يا ربي وبالسعادة تدخل كل بيوت الأردنيين. يضاف إلى أجندتنا الوطنية يوم آخر من أيام الوطن وسعادة أخرى يعني، أو فرح آخر، احتفاء آخر بفئة نعتز بها كثيرا، نرفع رؤوسنا بها دائما ونفتخر بإنجازاتها. يوم 15 شباط هو اليوم الوطني للاحتفاء والاحتفال والتقدير للمحاربين القدامى ومتقاعدي المؤسسات العسكرية. يسرنا اليوم للحديث عن هذا اليوم الوطني، للحديث أيضا في شؤون الذكريات والحياة العسكرية. يسرنا أنه يكون معنا المقدم المتقاعد محمد الفايز، اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بألف خير. والعميد المتقاعد احمد حسين الحموري، اهلا وسهلا فيك وكل عام وانتما بألف خير، وكل المحاربين القدامى، كل المتقاعدين العسكريين ان شاء الله بكونوا بألف خير. يوم وطني اذا يضاف الى اجندتنا الوطنيه، الحمد لله. يعني احنا دائما بنعتز وبنفتخر، ويعني في هيك مكانه خاصه للعسكريين، سواء كانوا الان على في 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 اعمالهم او متقاعدين او خدموا، نعتز بهم كثيرا ونرفع رؤوسنا بهم. العميد المتقاعد احمد الحموري، ماذا يعني لك هذا اليوم؟ كيف ترى هذا اليوم كتكريم لكم أنتم من خدمتم في الجيش وفي المؤسسة العسكرية؟ هذا اليوم هو يوم مميز بحياة المتقاعدين العسكريين، وهو لأول مرة بتفضل جلالة الملك المعظم وبيحدد لنا يوم 15 شباط، وهو يوم للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. صحيح. يعني ذلك هذا بأنه رمز لاعتزازنا بماضينا بعد ما خدمنا وحلنا على التقاعد وانخرطنا في الحياة المدنية، وأصبحنا الآن نعرف بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. كان خاصة وفي عاطفة خاصة تجاه المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الكل يعني يتفق عليها. أيضا نفس السؤال يعني المقدم محمد الفايز، بتعتقد يعني أنتوا دائما بجوز بتحسوا بهذه المحبة من قبل الكل، عائلاتكم، أصدقائكم، الحكومة، جلالة الملك والاهتمام في هذه المعزة الخاصة، ولكن تخصيص يوم وطني يصير على أجندتنا الوطنية للاحتفاء بالمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين، أنت كيف ترى؟ والله هو يوم جميل، وفي جميع الدول يعني مش هذه قديما، يعني كل العربية أو الأجنبية دائما يحتفلوا بالمتقاعدين ويعتبروهم هم الرمز وهم الأساس وهم اللي أسسوا، سواء في جميع وحداتهم هم اللي أسسوا وعملوا وتعبوا وشقوا وحيلوا على التقاعد فيما بعد يعني. نعم بضل همتهم عالية وشخصيتهم متميزة، وكل ما شاهدوا زملائهم وكل شيء يعني بيفرحوا، كل الشغلات تضل، وهم أدوا واجبهم وإجا جيل بعديهم، وهذه سنة الله في خلقه يعني. الحمد لله، إن شاء الله بتضلوا دائما يعني روسنا وموجودين بيناتنا، ويعني بتعطونا هذه الدفعة من الحماس والشجاعة والروعة. العميد أحمد حسين الحموري، الآن أنتوا كنتوا عم تحكوا مع بعض قبل الهواء عن سنوات ماضية وصلتوا لسنة 60، فيعني أنا حابة أعرف منك عن شوية عن تاريخك في الحياة العسكرية. تاريخي في الحياة العسكرية تاريخ بالنسبة لي مميز، وتاريخ محفور في ذاكرتي وفي وجداني. بدأ بالعام 1960 وانتهى تقريبا 1/4/1978، حوالي 27 عام من الخدمة العسكرية المتواصلة. مارست الوظائف التي تتلائم ورتبتي في ذلك الوقت، مثل عندما كنت مرشح وملازم وملازم أول ونقيب ورائد حتى وصلت إلى رتبة عميد. الوظائف، أشهر الوظائف اللي أنا أشغلتها بذلك الزمن، هي قائد فصيلة، وهي التي تتلائم مع رتبة مرشح وملازم، من ثم ضابط استخبارات، بعد ذلك أركان حرب كتيبة، وبعدها قائد سرية، ثم انتقلت إلى قائد كتيبة مشاة، لأنه العرف المعروف بالقوات المسلحة
لا يستطيع الضابط عندما يبلغ رتبة مقدم وأعلى أن يقود تشكيل مثل لواء وأعلى إلا إذا مارس واجبات قائد كتيبة في الميدان. وهذه تعطي خط فاصل ما بين حياته بالوحدات الصغيرة وبين التشكيل اللي بيحتاج إلى معرفة أكثر وإلى قيادة على العمل، خبرة ميدانية على العمل بالميدان وبمحل ضابط الركن وكل الواجبات اللي بيمارسها الضابط بحياته وهو في رتبة مقدم وعقيد ثم أعلى. نعم جميل. يعني أنت يعني تنقلت في عدة ربما خبرات عسكرية. صحيح. وهذا بقودني لسؤال آخر أيضا المقدم محمد الفايز، بيقولوا العسكري تتاح له فرصة أن يرى أن يعني أن يكون قريبا من كل أبناء الشعب، أن تتاح له الفرصة أن يكون وأن يتعرف إلى كل الأماكن في وطنه، هل هذا صحيح من خلال خبرتك العسكرية؟ نعم صحيح. احنا تخرجنا من الكلية العسكرية الدورة الثانية للضباط في 15/6/60، وأيضا أول دورة مغاوير، يعني عملت دورة مغاوير يعني بحدود 210 ضباط صفوا من الأفراد الرتب الأخرى 5 بعد تدريب شاق وعنيف، وصف من الضباط 10 صفيت أنا في هناك، شكل وحدة مظلين واعتبر أنا من أوائل المظلين ومن مؤسس المظلين، شايف كيف شكلت 3 كتائب في القوات الخاصة اللي هي 91 والوحدة 101 أصبحت فيما بعد كتيبة، وكتيبة الشغب اللي هي 71. خدمت 15 سنة في القوات الخاصة، وأثناء بعد ما حلت على التقاعد تعاقدت مع المملكة العربية السعودية في الحرس الوطني، وتقريبا 18 سنة في الحرس الوطني هناك في هذه الخبرة كمان العسكرية الأردنية التي تنتقل كمان، يعني أكيد وتفيد أشقائنا العرب وتفيد أيضا المؤسسات العسكرية العربية. أنا ما بفهم كثير بتفاصيل الحياة العسكرية، كلاكما تحدثتما عن تفاصيل في الحياة العسكرية، ولكن يبدو لي أنا يعني من موقعي أنه الحياة العسكرية ليست سهلة أبدا، وخصوصا في المواقع اللي أنتوا عم تحكوا عنها المشاة والمظلية وما إلى ذلك، هل من مخاطر معينة كنتوا تتعرضوا إلها في ضمن يعني مهامكم وشغلكم في الحياة العسكرية وفي المواقع التي شغلتموها؟ الأكيد أنه كان في يعني خطورة على حياتكم أحيانا، الله يعطيكم الصحة، على صحتكم، على الوقت اللي بتقضوه بعيد عن عائلاتكم، حدثنا شوي. لا شك في ذلك. الحياة العسكرية اللي بخلفها عن الحياة المدنية والتحلي بصفات عديدة جدا وهي كلها في صالح الإنسان، ما هي أو أهمها؟ الانضباط، التقيد بالوقت، احترام الرئيس والشفقة على المرؤوس، والعمل الدؤوب الذي لا يعرف حد ليلا أو نهارا. قد لا تكون مخاطر بهذا المعنى الحرفي للحياة العسكرية، وإنما قساوة الحياة العسكرية، وخصوصا في ماضينا احنا مضيناها نعيش بالمغر، ننام ونوكل ونشرب ونداوم بمكاتبنا بمغارة وليست في مكتب، فعشنا حياة قاسية ميزتنا عن حياتنا المدنية، وربما ميزتنا عن العسكرية بهذا الزمن اللي احنا فيه، صار في شوية رفاهية أكثر، طراوة أكثر، حرية أكثر. على زماننا احنا كانت العسكرية احتراف، أيوة. ولا يعني انه المحترف انه هذا يسعى وراء مغنم ولا رفاهيه ولا مكتب ولا جزء من حياته، جزء من شخصيته. حتى انعكست بقولها بفخر انا هذا الاسلوب وهاي الطبايع على اولادي، على اسرتي في البيت، الذي يطلع عليه النهار وهو نايم ما برضى عنه انا على الاطلاق، لاني عسكري وعسكري محترف، وبريد انه يكون كل ذريتي أنا تتبع الصفة اللي أنا. هذا دائما ملاحظ، أي شخص أو أي عائلة بيكون فيها شخص عسكري بتحس العائلة كلها منضبطة. هذا لا يعني أنه ما في حنية وما في محبة، في هذه الحنية وفي هذه المحبة، ولكن في هذا الانضباط.
وفي فعلا سمات خاصة لأبناء العسكريين بتحس بتميزهم عن غيرهم. ماذا عن عائلتك المقدم محمد الفايز؟ هل كانوا يحسوا أنك بتمارس الحياة العسكرية عليهم مثلا؟ أنا دائما يعني حتى وأنا في القوات الخاصة يعني شديد ولكن رؤوف على على الرتب الأخرى سواء الضباط أو الرتب الأخرى. باعتبار أنا يعني أول قافز حر. القفز الحر يعني المشقات يعني بالنسبة للقوات الخاصة هي كلها مشقات يعني كلها تعب وكل شيء. واشتركنا أيضا في 67 مع كتيبتين مصريين هناك أيام 67 حرب 67 وبرضو كمان أول دورية دخلت للعدو هي دوريتي وأطلقت علينا النار. أطلقت علينا النار فكنا تعب ولكن التعب يزول. يعني مجرد ما احنا ارتحنا بالمعسكر يوم ويومين نبدأ من حياة جديدة يعني. فكانت القوات الخاصة ما تزال يعني القوات الخاصة رغم الرفاهية حاليا ان فيها تعب وفيها مشقات ولكن فيها لذة مع بعضهم أثناء يعني لما يكونوا طالعين في طائرة شو يتوقع الواحد يتوقع ممكن أنه ما تفتح فيها المظلة أو ما كثير يعني في القفز الحر خاصة. أنا مجرد تخيلها يعني بصراحة أبدا مش مهمة سهلة. لا ما في ما في أكيد في تحتاج لتدريب ومشقات. تدريب قاسي وبالنسبة لي بالنسبة لي يعني أنا ما بدي أمدح حالي كلهم الزملاء يعرفوا اللي متقاعدين ممكن يشاهدوا يعني كنت قاسي بشكل لكن رؤوف بشكل لا ما ضريت أي إنسان نهائيا بالمرة الحمد لله. نعرف هاي من ضمن الصفات كمان اللي تحدث فيها العميد المتقاعد الأستاذ أحمد أنه يعني صفات العسكري فيها هذا الناحية الإنسانية واضحة وجلية والأخلاق العسكرية يعني كمان أكيد متوفرة وموجودة. يعني أنا حاب أسمع منكم كلمة الأستاذ أحمد يعني حول هذا اليوم تحديدا. هل أنتم راضين عن التكريم حتى الآن للعسكريين المتقاعدين القدامى المحاربين القدامى؟ ما رأيك بي يعني هل في عتب كلمة عتب في كلمة شكر؟ يعني حابة أسمع منك لو سمحت. عتب ما في لكن الإنسان بيظل يطمح لبلوغ الأفضل أكيد. فيما يتعلق بالمكارم التي تفضل جلالة القائد الأعلى وتكرم بها علينا فهي عديدة ولا تحصى ونعترف بها وهي مميزة وأثرت بحياتنا. لنقل بعضها أنه مثلا التوسع بمجالات الإسكان وبدل الإسكان قبل كان إذا كان يشمل 20 ضابط و100 فرد الآن يشمل أضعاف هذا العدد حتى يغطي احتياجات القوات المسلحة. ترى تحسين أكثر من مرة على رواتبنا التقاعدية وهذا عنصر مؤثر وإيجابي لأنه الإنسان ما بيطلع بيأكل من الهواء بيأكل بده عائد بده ما يختلفش على الحياة صار عنده توسعت مسؤولياته بأولاده ببيته إلى آخره بغلاء المعيشة وكل هاي التطورات اللي صارت. صحيح أكدنا اللامس بتحسين رواتبنا زملائنا العاملين من حيث المساواة. العميد المتقاعد الآن قد يتقاعد ب 900 دينار على سبيل المثال أنا ربما الآن ب 800 دينار فصرت قريب في الوقت اللي قبل المكارم الملكية ما كان الشرق كان فجوة ما كان الشرق موجود الفجوة واسعة جدا. سوانا بالعاملين بموضوع إعفاء السيارات الآن سيارات معفاة من الجمارك نتجول فيها وهي سيارات على أحلى مستوى وموديل حديث ولا كل هذه من المكارم اللي إحنا تمتعنا فيها. أم المكارم من جلالة القائد الأعلى إنه إحنا في وجدانه المتقاعدين العسكريين حيثما كنا حيثما بلغنا حيثما إحنا على بال جلالة الملك بصورة دائمة. بعرفي أنا المتواضع في الدول الكبرى في الدول العظمى في هنالك عدد من الجيوش لكل دولة لنأخذ مصر العربية الجيش الأول والجيش الثاني والثالث إلى آخر الكلام. عندنا هنا المتقاعدين يشكلوا جيش سواء سميناه الأول أو الثاني فهم ظهير أو نصير أو عون للقوات المسلحة في كافة الميادين. والكلمة التي أفخر وأعتز وأقولها دائما بأن الآن المتقاعد لم يعد
يشعر بظلم أو ضيم أو حيف، وهذه نعمة من رب العالمين. نعم. وقلت لك الكلمة الأخيرة أنه الإنسان لا يمكن يقتنع باللي بيحصل عليه، لا يمكن يشبع إلا يطلب المزيد. وأظن أن قيادتنا حريصة كل الحرص على توفير المزيد. الحمد لله. أيضا أنت حابة أسمع منك كلمة مقدم محمد الفايز، يعني حول الوضع الحالي اللي يتمتع فيه المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. والله المتقاعدين القدامى الصحيح مهملين من اعتبار أنه المتقاعد طالما هو عامل في الخدمة هو لمبة مضيئة، ومجرد ما خرج من الخدمة تعتبر اللمبة هاي طافية. يعني المتقاعدين الصحيح في ناس لا يعني يصرفوا عليهم الأموات، الأموات بما معناته اللي أبوه عنده أرض وعنده كل شيء من شمال الأردن إلى جنوب الأردن، كل إنسان هذا اللي يصرف عليه الميت. مثل ما تفضل أخوي الآن في تآكل، يعني اللي بيطلع ب 300 و400 دينار تقاعد، بينما الضابط القديم تقريبا 300 و400 دينار. هذه طبعا ما تعمل له شيء نهائيا، يعني بده يصرف على اهله على اولاده على الشغلات، بدك يتزوج بده يساوي الشغلات هذول. فالمتقاعد يعني راتبه لا يكفيه، قسم من القسم الآخر اللي لا عنده أرض ولا شيء، فيه ضباط متقاعدين نعرفهم برتبة عمدة وعقدة وإلى آخره، يشتغلوا في مؤسسات اعتبار زي حارس. قبل كذا سنة كان عالمه يطرخ وحالته حالة والإشي، والآن مجرد ما طلع يكون في بيت الدرج وشاهدناهم وكل شيء وعارفينهم. يعني هذا طبعا يعني هذا لسوء الحظ. نعم. يعني بالجيوش الثانية دائما المتقاعد يحترموه لأنه هو أسس وكل شيء، بينما عندنا احنا معلش لا، مفروض انه حكومتنا والناس تتقبل النقد. نعم. المتقاعد مهمل نهائيا. نحن نطالب بتحويل مؤسسة المتقاعدين العسكريين إلى شركة مساهمة يساهم فيها. جميل هذا الاقتراح. يساهم فيها الجميع. يساهم فيها رئيس الأركان، المخابرات، كل الأجهزة الأمنية. وطالما هو موجود في الخدمة ما له حق أنه ينتخب ولا شيء. جميل. هاي يعني هاي بجوز هذا بدنا تكون منتخبة كاقتراح وكتوصية، بدنا تكون منتخبة. نعم. وتدار في الصين الوطنية، في عندك مؤسسة المتقاعدين من 40 مليون بدل أعطوهم الأمريكان إلى الآن فيها مليارات، بينما أنا عندي يعني المؤسسة بيجي رئيس بيعيني أو يعين الثاني وهو المستفيد مع الهيئة الإدارية، بينما لما تكون مؤسسة الشركة مساهمة هذه تجنى المليارات. إذا سمحتي. نعم. في عندي المهندس، في عندي الطبيب، كلهم هذول اللي كانوا خدموا في الجيش طبعاً. ممكن الأطباء يسوي لهم مستوصف، ممكن المعلمين الثقافة يعملوا جامعة. صحيح. ممكن فعندي خبرات وعندي صحيح. متقاعدين مهيئين إداريا وعلميا وكل شيء، وفيهم كفاءات. لا الاستغلال إذا هذه الكفاءات. أنت يعني طرحت قضيات مهمة جدا، يعني يكون في مؤسسات استثمارية تحتاج وتدعم هذه الخبرات التي تخرجت بأعلى الكفاءات من المؤسسات العسكرية ووصلت أصبحت بيوت خبرة. يعني إحنا عم نحكي عن بيوت خبرة بأعماركم وبحكمتكم وبخبرتكم. نتمنى إن شاء الله زي ما حكى كمان العميد المتقاعد أحمد الحموري، أنتم في وجدان جلالة الملك، في وجدان الجميع، ولكن بدنا خطوات عملية زي ما تفضلت. شكرا جزيلا لكما المقدم المتقاعد محمد الفايز، العميد المتقاعد أحمد حسين الحموري، شكرا جزيلا لكم، كل عام ألف خير. أنا فخورة جدا بكم، بكل أفراد مؤسستنا العسكرية، متقاعدين كانوا أم على رأس عملهم. شكرا جزيلا لكم. الله يعطيكم العافية. كذلك شكرا لك للتلفزيون الأردني اللي أتاح لنا هذه الفرصة. الله يسعدكم، يعطيكم العافية، كل عام. الله يرضى عليك.